مؤمن التموني التي تنطلق في هذه اللحظات على بركة الله بداية اللقاء وبداية المباراة بين الفريقين بين نادي أبو سليم والسواحلي كما ذكرنا لحساب الجولة رقم 9 من مرحلة الإياب والأسبوع 20 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الخامس والسادس نتحدث عن فريق نادي السواحلي الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 26 نقطة. لدينا أيضا فريق نادي أبو سليم الذي يتواجد سادسا برصيد 24 نقطة، نقطتين فقط هو الفارق بين الفريقين في المناطق الدافئة، مناطق الدفء في متوسط وسط جدول الترتيب. قد حسمت البطاقة الأولى والثانية كانت موجودة لفريقي الاتحاد والأهلي طرابلس، كذلك في المجموعة الأولى مجموعة المنطقة الشرقية لدينا بطاقة قد حسمت وهي لفريق الأهلي بنغازي، فيما تتبقى بطاقة واحدة أو يتنافس عليها ثلاث أندية، نتحدث عن الهلال والنصر وكذلك فريق نادي الأخضر. ثلاث أندية ضمنت الوصول إلى المرحلة المقبلة، مرحلة التتويج من دورينا كما ذكرنا لطرابلس والاتحاد. كرة خطيرة، إيهابي وبيوب عمار، أيوب عمار، تمريرة كانت من إيهاب المقلش، انفراد تام بالمرمى. يا السلام يا السلام يا السلام على الأسيست والتمرير من إيهاب المقلش باتجاه أيوب عمار. أيوب عمار انفراد تام بمرمى الحارس علي شنينة، والهدف الأول لصالح فريق نادي أبو سليم. أبو سليم يتقدم على مستوى النتيجة عن طريق المهاجم الشاب الرائع أيوب عمار. أيوب عمار، ولكن التمرير، أي تمريرة وأي قصة وأي حكاية وأي رواية. الدقيقة رقم 17 أو الدقيقة رقم 18 من أحداث وأجواء هذا الشوط الأول، أيوب عمار يفك التعادل ويفك الارتباط مع فريق نادي السواحلي ويضع الكرة في شباك الحارس علي شنينة. إذا عداد النتيجة أصدقائي أعزائي المشاهدين، يسحب الكرة، كرة عند معتز بن حامد، اللاعب يعود من جديد على حافة المنطقة، إيهاب المقلش يصوب كرة والكرة استخلص الكرة من أمام أيوب، تعود عند معتز بن حامد على هجوم المرتد، الكرة بدأت سريعة واحد على واحد، معتصم بالله وشناف والحكم المساعد الأول يشير إلى الراية. كسة عرضية، أرضية قصيرة، الكرة خطيرة والكرة سهلة، خطيرة الكرة الأخيرة من نور الدين لقليب. الكرة أيضا في 14 مناسبة تصويبا من محمد عبيد، ولكن الكرة السهلة في أحضان الحارس معاذ المنصوري. الشط يوم الخميس المقبل في ثلاث أيام عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعلى كل الأمة العربية والإسلامية بكل خير بكل تأكيد. تموني في هذه اللحظات يطلق صافرة معلنا نهاية أحداث وأجواء شوط اللقاء الثاني بين السواحلي وأبو سليم بتفوق أبو سليم بهدف دون رد.